بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم جميعا في اللقاء الحي 11 في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي، والتي سوف نخصصها اليوم للحديث عن البطالة unemployment. بالطبع نحن في اللقاء الحي الأول أخذنا مع بعض تعريف البطالة، وحكينا زي ما تذكروا إن البطالة هي عدد العاطلين عن العمل والذين يبحثون عنه ولا يجدونه عند الأجر الثابت. أما إذا كانوا لا يبحثون عن العمل يعني متقاعسين فهو لا يعتبرون من ضمن البطالة. فشروط البطالة إنه يكون العامل يبحث عن عمل ولا يجد عند الأجر الثابت، في هذه الحالة نحسبه من ضمن العاطلين عن العمل. اما شخص اتخرج من الجامعه ولا يريد ان يعمل، هو الوظيفه موجوده والاجر مثلا 4000 ريال، هو لا يريد تلك الوظيفه الموجوده المتوفره ب 4000 ريال، هذا متقاعس لا يريد ان يعمل، عندها لا يعتبر هذا من ضمن البطاله. اذا تظهر البطاله كما اخذنا في اللقاء الحي الاول بتزيد، يعني بتزيد وقت الركود الاقتصادي او الكساد الاقتصادي، وتقل البطاله في اوقات الازدهار الاقتصادي، على اعتبار انه وقت الركود الاقتصادي تتراجع الاعمال فيقل الطلب، لما يقل الطلب يقل ارباح الشركات، والشركات لما تقل ارباحها تقوم بتسريح جزء من العماله لديها، ولما تقوم الشركات بتسريح جزء من العماله لديها بتزيد البطاله، عكس الازدهار الاقتصادي او عكس الرواج الاقتصادي. او في الازدهار الاقتصادي لا بيكون البطاله او معدل البطاله منخفض. لماذا؟ لانه في وقت الازدهار الاقتصادي بتزيد الاعمال عاده وبيكون الطلب مرتفع، ولما يزيد الطلب على السلع والخدمات بتزيد الاسعار، لما تزيد الاسعار بتزيد أرباح الشركات، ولما تزيد أرباح الشركات الشركات بتزيد إنتاجها، وعشان الشركات تزيد إنتاجها بتزيد توظيف العمال أوقات الازدهار الاقتصادي أو الرج، ولما تزيد الشركات توظيف العمال بتقل البطالة. فهمت؟ أيوة ممتاز. فوجود البطالة بالنسبة في البلد إحدى توابعه أو إحدى نتائجه انه بيؤدي الى انخفاض في معدل النمو الاقتصادي. ليش؟ لانه يوجد جزء من عناصر العمل غير مستخدمين، عاطلين عن العمل، لا يعملون، فينخفض معدل النمو الاقتصادي. بدنا نعرف كثير كيف نحسب معدل البطاله بالبلد، يعني احنا بنسمع كثير على التلفزيون بلغت نسبه او معدل البطاله في السعوديه في سنة 2020 15% أو بلغت 10% نسبة البطالة أو معدل البطالة. كيف تحسب هاي النسبة 10% 20% 15% 5%؟ كيف تحسب معدل البطالة يساوي اللي لازم تحفظه أو تحفظيه عدد العاطلين عن العمل في البلد تقسيم إجمالي القوة العاملة في البلد. طيب اجمالي القوة العاملة كيف نحسبها؟ هاي اللي في المقام تحت، اجمالي القوة العاملة بكل بساطة هم اجمالي اولئك الذين يعملون زائد اولئك الذين لا يعملون ممن هم في سن العمل ويبحثون عن عمل. يعني القوة العاملة في البلد الذين يعملون زائد الذين لا يعملون، يعني زائد العاطلين عن العمل زائد العاطلين عن العمل. فهمتوا؟ هو الذين لا يعملون ممن هم في سن عمل وبحثون عمل هم الفوق العاطلين عن العمل، هاي القوة العاملة. أيوة. الآن بهمنا نعرف كيف نحسب حسابيا، لأنه باختبار بيجيك مسألة حسابية، فلما يجيك مسألة حسابية بتعرف تحسب معدل البطالة، معدل التضخم، معدل شغلات زي هيك، إجمالي القوة العاملة، كيف نحسب إجمالي القوة
العامله، كيف كمان نحسب نسبه الـ نسبه الـ قوة عاملة لعدد السكان، كمان نعرف كيف نحسبها مع بعض. خلينا ناخذ مع بعض المثال الثاني. إذا كان في الاقتصاد الكويتي 200 ألف شخص يعمل، 10,000 شخص عاطل عن العمل في سنة 2014، علما أن عدد سكان الكويت حسب آخر يبلغ مليون كويتي، يعني سكان الكويت حسب آخر إحصاء كان مليون كويتي. هذا عدد سكان الكويت كلهم، جميع عدد سكان الكويت، أطفال، شيوخ، نساء، شباب، مليون. وفي من المليون، 200 ألف يعملون وعشر ألاف عاطل عن العمل، لا يعملون ويبحثون عن عمل، اللي هم العشر آلاف، هدول هم، اللي هون عدد العاطلين عن العمل والذين يبحثون عنه ولا يجدونه عند أجر السائد في الكويت، عددهم 10,000. طيب، طلب منك أو منك تحسب ثلاث أشياء. ما مقدار إجمالي القوة العاملة الكويتية؟ اثنين، ما نسبة القوة العاملة الكويتية؟ ثلاثة، احسبي أو احسب معدل البطالة في الكويت. طيب الآن عشان تحلوا هيك سؤال، واحد، نبدأ بواحد. نحن حكينا القوة العاملة عرفناها قبل شوي، هو أو هي إجمالي أولئك الذين يعملون زائد الذين لا يعملون ممن هم في سن عمل يبحثون عن عمل. يعني عدد العاملين زائد عدد العاطلين، افهموا. ايوه، اجمالي قوة العاملة، عدد العاملين زائد عدد العاطلين. عدد العاملين 200,000، هاي بنحط تحت العاملين 200,000. عدد العاطلين ها هم عاطل عمل 10,000. اجمع 200,000 ل 10,000 حيعطيك 210,000 شخص. اذا هذا هي اجمالي القوة العاملة في الكويت. الآن طلب مني نسبة القوة العاملة. نسبة القوة العاملة تحسب بالنسبة لعدد السكان، هذه النسبة بالنسبة لعدد السكان في الكويت. يعني القوة العاملة هي نسبة القوة العاملة لعدد السكان. ده لما نسمع نسبة القوة العاملة هي القوة العاملة الكويتية، ال 210 اللي حسبناها برقم واحد. ال 210 هي تقسيم عدد سكان الكويت اللي هم مليون. المليون ها هو مليون كويتي، اللي هو واحد جنبه ست اصفار. اقسم 210,000 القوة العاملة على مليون كويتي، تطلع نسبة القوة العاملة في الكويت تقريبا الخمس، 21%، 21%. طب جيد، ممتاز. بالطبع ليش؟ لأنه في آخرين ليسوا من نسبة القوة العاملة. يعني إحنا عندنا بالكويت مليون مواطن، في أطفال رضع، في أطفال في المدارس، في طلاب بالمدارس والجامعات، في عندي شيوخ تقاعد أو شيوخ أو فوق سن التقاعد 60، كل هدول لا يدخلوا. ففهمتوا؟ فنحن من ضمن المليون فقط 210، خمس السكان هم القوة العاملة، ما تبقى أربع خمس السكان إما أطفال أو ربات بيوت أو طلاب على مقاعد دراسة سواء مدارس أو جامعات أو متقاعدين لا يعملون. ثلاثة، معدل البطالة. معدل البطالة طلب مني احسب معدل البطالة في الكويت. نحن أخذنا مع بعض اليوم معدل البطالة، عدد العاطلين عن العمل اللي هو 10,000 على إجمالي القوة العاملة اللي حسبتها برقم واحد 210,000. فبقسم لوك 10,000، هيهم 10,000 عاطل
على القوة العاملة رقم واحد هي 210، لما نقسمها بعض بيطلع تقريبا 5%، يعني معدل مطالب الكويت فقط 5% تقريبا، اللي هي 4.7%، 4.7%. انتهى الحل. الآن لو أجاك في الاختبار سؤال كالتالي: إذا علمت أن معدل البطالة في الكويت 4.76%، وأن القوة العاملة الكويتية 210,000، احسب عدد العاطلين عن العمل في الكويت. عملية عكسية، كيف نحسبها؟ الجواب: عدد العاطلين عن العمل في الكويت يساوي إجمالي القوة العاملة ضرب نسبة العاطلين أو معدل البطالة. ما هي نسبة العاطلين هي نفس معدل البطالة، هيك هو بده يطلعه، بده عدد العاطلين. هاي مجهولة، هذه معلومة وهذه معلومة. معدل البطالة اللي هي نسبة العاطلين أو هي نفسها معدل البطالة. معدل البطالة اللي هي 4.76 هيها. فأنت عدد العمل بالضرب العكسي تضرب معدل البطالة في إجمال القوة العاملة، هيها إجمال القوة العاملة ضرب معدل البطالة بيعطيك 10,000 بالضبط، اللي هي هاي عملية عكسية. بتقوم هذه عملية عكسية. طيب ممتاز، حتى الآن هل يوجد أي استفسار أو سؤال على كيفية نحسب البطالة، القوة العاملة، نسبة القوة العاملة، معدل البطالة، كل هاي الأمور؟ في عندكم استفسار على الشريحة الأولى والشريحة الثانية؟ طيب بفترض أنكم فاهمين. رائع. خلينا الآن ما دام عرفنا البطالة وكيف نحسب البطالة وكيف نحسب البطالة من خلال مثال حسابي كامل، نروح مع بعض على الشريحة الثالثة لكي نأخذ أنواع البطالة. أنواع البطالة، في عندي أربع أنواع رئيسية من البطالة يا شباب. أول نوع اسمه البطالة الدورية Cyclical Unemployment، بعدين البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment، بعدين البطالة الهيكلية Structural Unemployment، وأخيرا البطالة الموسمية Seasonal Unemployment. طيب خلينا في البداية نأخذ البطالة الدورية مع بعض. تعريف البطالة الدورية هي البطالة اللي بتحدث أثناء الركود الاقتصادي، يعني من اسمها دورية، لها علاقة بالدورة الاقتصادية. أنتوا بتعرفوا في أحد اللقاءات السابقة أعطيتكم أنا التقلبات الاقتصادية والدورة الاقتصادية، ومن ضمن الدورة الاقتصادية في عندك الركود وفي عندك الانتعاش وفي عندك الرواج الخري. دلال. المصطلحات اللغة الإنجليزية غير مطلوبة بالاختبار النهائي، فقط للعلم ليس إلا. مطلوب منك تعرف اللي بالعربي، أوكي؟ طيب، فإذا البطالة الدورية من اسمها إلها علاقة بالدورة الاقتصادية، فهي مرتبطة بحدوث الركود الاقتصادي. فهمتوا؟ يعني تحدث أثناء الركود. أنتوا عارفين الركود، عرفناه إنه هبوط الجبل. لما شفنا الرسمة مع بعض كنا نهبط من أعلى القمة، نهبط، تراجع الأعمال، تراجع الطلب، تراجع تؤدي إلى انخفاض الأسعار، انخفاض الأسعار تؤدي إلى تراجع أرباح الشركات، تؤدي إلى
انه الشركات تخفض انتاجها لكي تخفض انتاجها الشركات تسرح جزء من العمال لديها فيتحقق البطالة الدورية. ايوه فهمتوا؟ فيلعب هبوط الانفاق او الطلب، ما هو الانفاق ما هو الا الطلب، يلعب هبوط الطلب الكلي ايوه او الانفاق الكلي او الطلب الكلي دور هام على هذا الصعيد. فالبطالة الدورية مرتبطة بالطلب الكلي بعلاقة عكسية. بمعنى شو يعني؟ يعني لما يزيد الطلب الكلي بتقل البطالة الدورية، ولما يقل الطلب الكلي بتزيد البطالة الدورية. فهمتوا؟ ايوه هاي معنى علاقة عكسية. النوع الثاني من البطالة شباب اسمه البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment. هاي الفريكشنال Unemployment لها علاقة بتطورات سوق العمل والتكنولوجيا، يعني اللي هي الفترة الواقعة بين ترك العمل الأول وتحقيق العمل البديل، فترة تعطل يعني أو قد تنتج عن غياب المعلومات عن الوظائف المتاحة ومكان توفرها. بمعنى أنت لو كنت تشتغل البنك الراجحي وقدمت استقالتك أو تركت، أو البنك الراجحي أقالك، أصبحت عاطل عن العمل لكن فترة مؤقتة 3 أشهر 4 أشهر حتى تنتقل وتجد عمل في بنك آخر. فانتقالك من بنك الراجحي إلى البنك السعودي الألماني مثلا أو إلى بنك الجزيرة، هذا ما هيش كبسة زر، يعني مش بتستقيل من بنك الراجحي اليوم ثاني يوم بتلاقي شغل. في فترة تعطل مؤقتة، فترة تعطل مؤقتة شهر شهرين ثلاثة أربعة بين ترك العمل الأول وترك العمل الثاني، الاحتكاك. هذا أيضا أحد أسباب بطالة الاحتكاكية، إنه أنت تصل على العمل لكن والوظيفة موجودة، يعني الوظيفة موجودة المناسبة لك، يعني أنت كاشير كنت تشتغل كاشير في كارفور ولأي سبب من الأسباب تركت العمل في كارفور وتحت على وظيفة أخرى كاشير في مكان آخر. الوظيفة متوافرة في مثلا موجودة الوظيفة في هايبر باندا أو موجودة في العثيم، لكن غياب المعلومة عنك خلاك عاطل عن عمل. عدم توفر معلومة عن هذه الوظيفة بشكل جيد خلاك عاطل عن عمل شهر شهرين ثلاثة عبال ما عرفت انه في هاي الوظيفة ورحت انتقلها. عشان نحل هاي المشكلة ضعف المعلومات بتقوم عادة وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الموظفة زي كارفور أو الجهات العاملة، يعني أو الشركات كارفور، المراعي، ندك، البنوك في السعودية، تتفق وزارة العمل على الربط المركزي للوظائف في موقع وزارة العمل مع مواقع تلك الشركات. بمعنى مجرد ما أعلنت شركة كارفور أو شركة بندا أو بنك الراجحي وجود وظيفة شاغرة على موقعهم الخاص، فورا بالربط المركزي بتظهر هذه الوظيفة في وزارة العمل، فيستطيع العاطل عن عمل المسجل اسمه لدى وزارة العمل انه يشوف الوظيفة الشاغرة في نفس اللحظة اللي بتعلن عنها الشركات العاملة في البلد. فهذا تحسين عملية توفير المعلومات عن الوظائف. أيوة. وهنا نحل عن طريق تحسين انتقال العمال من خلال نظام معلوماتي أفضل يربط بين الوظائف الشاغرة سوق العمل
والعمال من خلال وزارة العمل. فهمتوها؟ ممتاز. البطالة الهيكلية، النوع الثالث من البطالة الهيكلية، وتنتج عن عدم تناسب المهارات والقدرات التي تملكها العمالة مع متطلبات سوق العمل. أيوة، كيف يعني؟ يعني أنا في السعودية انتقلنا من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي. الآن العمال اللي بيشتغلوا في الزراعة هدول غير قادرين في المصانع لأنهم غير مؤهلين. يعني الاقتصاد السعودي أصبح يتحول إلى اقتصاد صناعي. تحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي جعل العمال الذين يعملون في الأرض غير عاطلين عن العمل، لأنهم غير مهاراتهم لا يمتلكون مهارات للعمل على الكمبيوترات، للعمل على الآلات الحديثة في المصانع، للعمل على خطوط الإنتاج. هم يعملون في الأرض، مهاراتهم زراعة. هذا مثلا. فهنا يتطلب تقوم الحكومة بعمل دورات تأهيل للعاطلين عمل لتأهيلهم أو تعيد تدريبهم لتأهيلهم للعمل في المصانع. أيوة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل يا شباب. فهمتوا؟ ممتاز. البطالة الموسمية، أو مثال آخر، خلينا نخلي البطالة الموسمية، البطالة الهيكلية. يعني الاقتصاد السعودي أصبح يتحول إلى الأتمتة، إلى الأتمتة. يعني كل شيء في الكمبيوترات، كل شيء في الإنترنت، خدمات البنوك بواسطة الإنترنت، بواسطة البطاقات الذكية. حتى كارفور صار عن طريق الإنترنت، فأصبح الطلبات يتأتمت، الاقتصاد يتأتمت، يعتمد على التكنولوجيا أكثر. فالعمال اللي كانوا سابقين يعملون بشكل يدوي سوف يجدون أنفسهم غير مؤهلين لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية الجديدة هون. فيصبح في بطالة هيكلية، غير قادرين بمهاراتهم الحالية إنهم يواكبوا سوق العمل. فهنا يتطلب تدخل الدولة لإعادة تدريبهم على الكمبيوترات، إعطاهم دورات على الكمبيوتر، إعطاهم دورات على الإنترنت، كيفية استخدام البطاقات الممغنطة، كيفية استخدام البطاقات عن طريق الوايرلس غير تلامسية. كل هذه الأمور يتطلب من الحكومة الدخل. أوكي، البطالة الموسمية هذه بتظهر في النشاطات التي تتسم بالنشاطات الفصلية أو لها علاقة بموسم معين. بعد انتهاء الموسم كل العمال يصبحون أو جزء كبير منهم يصبحون عاطلين عن العمل. كيف؟ موسم الحج في السعودية، لما يجي موسم الحج والعمرة بتكون كل الشركات، فنادق، شركات الطيران، شركات النقل، المطاعم، كل ما يرتبط بالحج وخدمة الحجيج وخدمة المعتمرين كلهم يطلبون عمال لخدمة هؤلاء، تقديم الخدمة لهؤلاء، فتقل البطالة. لكن بمجرد انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج إلى ديارهم، سواء ديارهم في السعودية أو ديارهم في الدول اللي أجوا منها، فجأة جزء من العمالة في الفنادق في مكة، في المدينة، في المقدسات، يعني في الأماكن المقدسة، يتم
الاستغناء عنهم، لأنه انتهى موسم الحج، انتهى موسم الحج، فجزء من العمال في تلك الفنادق يتم الاستغناء عنهم ويصبحون عاطلين عن العمل، عشان هيك بنسميها طالة موسمية. أو بقطاع الزراعة بالقسيم، احنا عندنا بالقسيم بالسعودية في عندنا أراضي، يعني الزراعة في عندنا أراضي زراعية شارع، فعندنا بالقسيم موسم التمور، موسم التمور، في موسم التمور أو قطف التمور بيكون القطاع الزراعي يعمل بطاقته العليا بالقسيم، فبتجد إنه توظيف عالي للعمال. مجرد انتهاء موسم قطف التمور وتعليبها وإعدادها لكي تباع للمستهلك النهائي، مجرد انتهائه بشهر مثلا 9 10 من كل عام، كل العمال اللي كانوا يشتغلوا بهذا القطاع يجدون انفسهم عاطلين عن العمل فجأة، لانه خلاص انتهى، بدهم يستنوا حول كامل للسنة القادمة لكي يعملون في هذا القطاع. فهنا هذا اسمه البطالة الموسمية. رائع. الان في عندي شيء اسمه البطالة عند المعدل الطبيعي للبطالة، او معدل البطالة الطبيعي. شو معدل البطالة الطبيعي؟ معدل البطالة الطبيعي يعني وجود معدل اعتيادي للعاطلين عن العمل يتراوح عادة بين 4% و6% من مجموع القوة العاملة في البلد. يعني حتى لو كان الاقتصاد يعمل بطاقته القصوى ومزدهر، يعمل مرحلة الازدهار البوم ويعمل عند مستوى التوظيف الكامل، فيبقى هناك جزء من الناس عاطلين عمل، نسبة بطالة مقبولة تتراوح بين 4% و6%. لا يتعلق بالدورات الاقتصادية، ما له علاقة هذا بالدورة الاقتصادية، حيث يستمر جزء من القوة العاملة معطلة بعد تلافي البطالة الدورية للعاملين واستيعاب الطاقة الإنتاجية الرأسمالية بشكل كامل عند مستوى التشغيل الكامل والناتج الحقيقي الكامل. والمعدل الطبيعي للبطالة يتكون من البطالة الاحتكاكية، البطالة الهيكلية عندما يكون معدل البطالة الدورية صفر، لأنه المعدل الطبيعي البطالة الدورية صفر، ما له علاقة بالدورة الاقتصادية. هون حكينا البطالة الدورية له علاقة بالطلب، انخفاض الطلب، تراجع الطلب يؤدي إلى تراجع الأعمال، تراجع الأعمال يؤدي تراجع الإنتاج، تراجع الإنتاج يؤدي إلى قيام الشركات بالاستغناء عن العمال وتسديد البطالة الدورية. إذا المعدل الطبيعي للبطالة بتكون البطالة الدورية صفر، بمعنى الاقتصاد يعمل عند مستوى عالي مش عند الركود. بيكون هون المعدل الطبيعي للبطالة الاقتصاد يعمل في حالة رواج اقتصادي، في حالة رواج اقتصادي ما في عندي بطالة دورية نهائيا صفر، هي صفر البطالة الدورية صفر، بس بيكون عندي فقط ال 4% أو 5% أو 6% اللي معدل طبيعي البطالة، هو جزء منه بطالة احتكاكية وجزء منه بطالة هيكلية. شباب جزء منه بطالة احتكاكية وجزء منه بطالة هيكلية، فهمتوا؟ أيوة رائع. فممكن يكون بطالة احتكاكية 2%، بطالة هيكلية 3%، 3% زائد 2% 5%، أو ممكن تكون 2% 2% 4%. أما معدل البطالة الدورية هون بتكون شباب صفر. حتى حدا عنده أي سؤال حتى الآن يا شباب؟ الله يرضى عليكم. اللي عنده سؤال يتفضل يسأل، أي شيء مش فاهمه قبل ما انتقل للشريحة اللاحقة في أنواع البطالة. هذه أنواع البطالة هون ومعدل البطالة الطبيعي. طيب خلينا ننتقل للاحقة عشان نشوف الآثار، آثار السلبية للبطالة، الآثار السلبية الاقتصادية للبطالة.
بالطبع في اثار سلبيه اجتماعيه بالطبع. انا باعتبار نشتغل الاقتصاد بدنا نركز على الاقتصاديه، بنحكي الاجتماعيه بحكي فيها هيك بشكل سريع يعني، بس خلينا بالاقتصاديه، الاثار السلبيه الاقتصاديه. اول اثر سلبي للبطاله تناقص الانتاج والدخل، تناقص الانتاج والدخل. اذا تعطل توظيف العماله المدربه والمتعلمه فان هذا يؤدي الى فقدان الانتاج. ليش؟ ما نحن حكينا عشان عناصر الانتاج. لما انا اعطيتكم اللقاء الحي الاول ولقاء الحي الثاني اعطيتكم عناصر الانتاج، انا حكيت لكم عناصر الانتاج الاربعه هي العمال، الارض، التنظيم، راس المال. من ضمن الاربعه عناصر هذول العمال. العمال هذول اذا كان جزء من العمال عندي او من القوه العامله عندي عاطل عن العمل لا يعملون، معناته لا ينتجون. ما هو العاطل عن العمل لا ينتج. اذا الانتاج سوف يتناقص بسبب وجود جزء من العمال لا يعملون. خسرنا انتاجهم، ما هم جالسين في بيوتهم لا ينتجون، فتراجع الانتاج. تراجع الانتاج يعني تراجع دخل، لانه الانتاج يولد دخلا، يعني انتاج الشركات يباع ويولد دخل، فتراجع الانتاج يؤدي الى تراجع الدخل القومي، انخفاض الدخل القومي للناس. رائع. اثنين، الزيادة في معدلات البطالة تؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد. تؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، كيف؟ كيف يعني زيادة العاطلين عمل يتراجع الطلب؟ لماذا؟ لأنه قبل ما يكونوا هذول عاطلين عن العمل كانوا يعملون في شركة مراعي، يعملون في شركة نادك، يعملون في بنك الراجحي ويتقاضون رواتب. كانوا يعملون ويتقاضون رواتب. لما صاروا عاطلين عن العمل وزادت معدلات بطالة أصبح دخلهم صفر. أصبح دخلهم صفر، يعني واحد كان يعمل في شركة نادك كان يأخذ 10,000 ريال بالشهر، فجأة صار عاطل عن عمل دخله صفر. لما فجأة صار صفر حيتراجع طلبه، لأنه ما عنده دخل يصرف، فيتراجع الطلب. هو سوف يصرف الحد الأدنى ألا وهو الاستهلاك التلقائي أو الاستهلاك الثابت. الاستهلاك التلقائي أو الاستهلاك الثابت، أيوة. فهنا يؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، وبالتالي نتيجة تناقص يؤدي إلى تناقص الدخل القومي، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب مرة أخرى. يعني العاطلين عمل صار دخلهم صفر، لما صار دخلهم صفر شو بصير؟ دخلهم تراجع، الدخل القومي على المستوى القومي تراجع، ويؤدي الى انخفاض الطلب مره اخرى على السلع والخدمات. طيب، من طرف العاطلين عن العمل. الاثر السلبي الثالث، البطاله لها تاثير سلبي على ايرادات الحكومه، على ايرادات الحكومه. ليش؟ يعني تراجع ايرادات الحكومه، ليش؟ اولا تراجع مستوى التوظيف يؤدي الى تخفيض حصيله الضريبه. لما كان العمال او جزء من العمال يعملون ويتقاضون رواتب من شركاتهم، كانت الدوله تاخذ من رواتبهم 10% او 5% ضريبه ايرادات. لكن لما اصبحوا هذول عاطلين عن عمل، الحكومة لا تستطيع أن تأخذ من العاطل العمل أي ضريبة. على الضريبة على مين؟ ما هو لا يعمل وليس لديه دخل، والقانون معروف، لا ضريبة على عاطل. القانون معروف، لا ضريبة على عاطل، يعني لا ضريبة على عاطل العمل، لا يفرض عليه أي ضريبة. هذا يتوجب مساعدته من خلال التحويلات، من خلال إعطائه مساعدات، وليس أخذ منه ضريبة. فبالتالي
لما اصبح جزء من العمال في البلد عاطلين عمل، الدولة توقفت عن اخذ الضرائب منهم لانهم لا يعملون الان، لا يأخذون رواتب، بالتالي ايرادات الدولة هتنخفض. لما تنخفض ايرادات الدولة سيتولد عندي عجز حكومي، حيث تصبح ايرادات الدولة الضرائب اقل من نفقاتها، اي ان النفقات اعلى من الضرائب. لما تكون نفقات اعلى من الضرائب هنا يصبح عندي ديفيسيت، يعني عجز حكومي، عجز في الموازنة الحكومية. شرحت لكم اياها في احد اللقاءات السابقة اذا بتذكروا العجز الحكومي، صح؟ اللي حضر معي احد اللقاءات السابقة شرحناها نحن. ممتاز. طيب السبب الثاني لتراجع ايرادات الحكومة بسبب البطالة ناجم عن انخفاض الانتاج وتزايد البطالة، يعني تزايد نفقات حكومية. ما انا حكيت فيها نفقات الحكومية، لان الحكومة يعني مجبرة بالقانون، بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، كل عاطل عن العمل يستحق من الحكومة راتب حافز لمدة سنة، صح؟ معروف قانون هذا. كل عاطل عن عمل كان يعمل وكان يدفع ضرائب للحكومة، أو كان يدفع اقتطاع تأمين واقتطاع تقاعد الحكومة، إذا أصبح عاطل عن عمل يستحق أن يأخذ مساعدات أو تحويلات حكومية، تعويضات بطالة، صح؟ مدفوع الضمان الاجتماعي. بتزيد النفقات، زادت النفقات وقلت الإيرادات، يتعمق العجز الحكومي، يتعمق العجز الحكومي يؤدي تزايد أو تعمق، وهذا يؤدي إلى تزايد العجز في الميزانية الحكومية. فهمتوا؟ رائع. بالطبع في أنا ما حطيتها اللي هي الآثار السلبية الاجتماعية للبطالة، في آثار سلبية اجتماعية للبطالة أنا ما حطيتها، لأن ركزت على الآثار الاقتصادية. بس من أهم الآثار السلبية الاجتماعية للبطالة، أنتوا بتعرف العاطل عن العمل فقير، ده يعني واحد عاطل تعطل عن عمل أصبح دخله صفر، هذا فقير، فقير لا يعمل، لكنه عنده عائلة، عنده أطفال، عنده أطفال بده يطعميهم، عنده إيجار بده يدفعه، عنده حليب أطفال، عنده ملابس أطفاله، عنده بنزين سيارته، عنده. طيب هذا وجود أعداد كبيرة جدا من العاطلين عمل أو معدل مرتفع للبطالة في البلد له أثر سلبي اجتماعي خطير ناجم أن العاطلين عمل يزيد نسبة الفقراء. زيادة نسبة الفقراء في البلد أو نسبة الفقر في البلد نتيجة عدم وجود أعمال وعدم وجود دخول قد يؤدي إلى انحرافات، قد يؤدي إلى سرقات، قيام بعض العاطلين عمل ممن ليس للموازع ديني قوي، إنه والله يقوموا بالاحتيال، بالسرقة، بالنصب، يعني بأمور كثيرة من أجل تلبية احتياجاته الشخصية وتلبية احتياجات عائلته، قد يضطر يسرق. عشان هيك احنا شفنا في عهد سيدنا عمر في 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 عام المجاعة أو أعوام المجاعة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة، يعني حد من حدود الله، اللي كان يسرق لكي يأكلوا، عمر بن الخطاب أوقف تنفيذ حد السرقة في أعوام القحط في عهده، لأنه هذا سرق لكي يأكل. إذن مشكلة البطالة إنها مش إلها أثر اقتصادي فقط، يتعدى ذلك إلى المجتمع، إلى زيادة جرائم السرقة، زيادة جرائم النصب والاحتيال، و و و فهنا
عشان هيك بتجدوا الحكومة السعودية مثلا في الأعوام العشرة الأخيرة أو الخمسة الأخيرة بتركز كتير، بتشوفوها بالتلفزيون على برامج السعودة، إحلال السعوديين مكان الأجانب في البلد، بتركز على برامج إعداد وتدريب المهني للسعوديين. يعني شفنا آخر 3 سنوات القبول في الجامعات خفضوه، لأن السعوديين معظمهم بيحبوا يشتغلوا في المكاتب. يعني الحكومة السعودية بدها في توجه للتدريب المهني، بمعنى في عندنا بطالة في السعودية بحدود 12%، 12%، نحن نسبة البطالة في السعودية حسب آخر الإحصاءات بحدود 12%. فالحكومة السعودية عم تشجع السعوديين للانخراط في بعد التوجيهي، بعد الدراسة الثانوية، ليس في الجامعات، ليس في المحاسبة، وليس في الهندسة، وليس في الاقتصاد، لأنه هاي فيها تكدس، صار في أعداد هائلة عاطلة عمل. لكن هناك مجالات أخرى، مهني كهربائي، مهنة كهربائي سيارات، ميكانيكي سيارات، كهربائي تمديدات صحية، إلى آخره، اللي هم يوجد ملايين الفرص في هذه المجالات. فهمتوا شباب؟ فالآن الحكومة السعودية طلبت من الجامعات تخفيض نسبة القبول في التخصصات اللي فيها إشباع، وزيادة قبول الطلاب السعوديين في البرامج التدريب المهني، بدلاً بيدخلوهم 2 3 سنين يتدربوا ميكانيكي سيارات، يدرس فني كهرباء، يدرس فني تصليح ثلاجات وفني تصليح كمبيوترات إلى آخره. فهذا من أجل تخفيض نسبة البطالة في المجتمع، لأنه بتهدد الأمن الاجتماعي، البطالة العالي جدا جدا بتهدد الأمن الاجتماعي للمجتمع. فهنا أنا لم أذكرها، لكن حبيت أنا أحكيها في نهاية اللقاء. هي غير مطلوبة منا أو منا كطالب في الاختبار، لكن أنا واجبي كدكتور نحكي على الأثار السلبية الاجتماعية للبطالة، وأيضا من الأسباب الاجتماعية البطالة كذلك إنها بتهدد الأمن الأسري. يعني الأمن الأسري بتسبب نسب طلاق عالية، فلأنه لما يتضرب الأسرة عاطل عمل يعمل، معناته ممكن يتسبب مشاكل بينه وبين زوجته، فبزيد نسبة الطلاق، بزيد أيضا الأطفال نسبة تسربهم من المدارس بتزيد أيضا، نسيت أحكي فيها. الأطفال لما يكون رب الأسرة لا يعمل بيصير عنده أطفال يخرجون من المدارس ليعملوا وليساعدوا والدهم، وأيضا وجود البطالة يؤدي إلى زيادة أيضا ظاهرة التسول في المجتمع، التسول. كل هاي أثار اجتماعية خطيرة للبطالة. طيب رائع. بالطبع نحن في عندنا مشكلة تانية مهمة كبيرة توليها الحكومات أهمية أخرى، ألا وهي مشكلة التضخم. التضخم، اللي زيادة التضخم بيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، وزيادة التضخم بيؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، وانخفاض الدخل الحقيقي أيضا يؤدي إلى زيادة نسب الفقر. التضخم وتعريف التضخم وحساب التضخم والعلاقة بين التضخم والبطالة من خلال منحنى فيليبس، كل هذه المواضيع وحتى الآثار السلبية للتضخم، كل هذه المواضيع سوف نخصص لها لقاء مستقل يوم السبت القادم الساعة 4 بإذن الله تعالى. يوم السبت القادم زي ما اليوم خصصنا للبطالة لقاء مستقل،
الو، قطع الاتصال، بعتذر، قطع الاتصال من عندي. طيب، بتشكركم على حسن الاستماع جميعا في نهاية لقائنا اليوم. أرجو أنكم تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء بإذنه تعالى. وبالطبع نلتقي يوم السبت لكي نتحدث على التضخم، وحتى ذلك الوقت كالعادة أتمنى لكم جميعا قضاء أمسي سعيدة مع الأهل الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. الله معكم.